تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. فاصل جديد من الحرقان، من الغل، من الحقد، من الغيره، من الكراهيه، من ايهاب فرخه او التهاب الفولي. الاستاذ التهاب بصراحه يعني بيقول كلام ما يتردش عليه باللسان، يترد عليه بحاجه تاني، ولكن احنا هنرد عليه باللسان. طلع وقال كهربا وحكومة كهربا والاتحاد الكرة خايف من كهربا وخايف من الخطيب والبقين ياهم بتوع كهربا، ولكن فضل يقل أدبه على النادي الأهلي ويقول إن النادي الأهلي ما عندوش أخلاق والأخلاق لا تتجزأ، وطالب الكابتن الخطيب إنه يعتذر لعبد الله السعيد، واتكلم على جماهير النادي الأهلي وإزاي يا جماهير النادي الأهلي تشتموا رمضان صبحي، رمضان صبحي إيه اللي عمل وعمل وعمل، وازاي اتحاد الكره ما يوفرش الحمايه للاعبي بيراميدز اللي اتضربت واتكسرت، وعبد المنعم اللي كان متعمد في اصابته لعبد الله السعيد. انا هوريكم هو قال ايه وهترجعوا لي تاني عشان انا هرد على كل نقطه هو قالها بشويش وبالعقل وبالمنطق وبدون اي خروج عن النص. بس حبيبي واخويا الاهلاوي قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ايهاب فرخه قال ايه ونرجع نكمل كلامه. يلا بينا. حاجه عقوبه كهربا يعني ما تسالش حاجة. معنى اللي بيدير الموضوع هو اتحاد الكورة، اتحاد الكورة بيدير الملف بتاع النادي الأهلي يعني بنظام الأيدي المرتعش. كلنا شفنا فريق بيراميدز طلب حكام أجانب. موقف واضح وصريح من بيراميدز، لا مفيش حكام أجانب هتيجي تحكم. وكان في أخطاء تحكيمية في المباراة، كلنا شفنا أخطاء تحكيمية. كلنا شفنا إن الحكم ما قدرش يوفر الحماية الكاملة للاعيبة بيراميدز خلال المباراة، وشفنا كم الإصابات وحجم الإصابات اللي تعرضت ليها لاعيبة بيراميدز. لو حكم أجنبي في الملعب ما كانش طبعا بامور قدريه، بس مكان كانت مش هيبقى في لعب بالعنف بالطريقه دي. وطبعا برده رامي ربيعه تعرض للعنف في رمضان صبحي، كان برده لو في حكم اجنبي كان هيحمي كل اللعيبه من الفرقتين. اتحاد الكوره اتعامل مع الملف دوت اللي هو ايه، قدر على بيراميدز، فاهم؟ قدر يعني. هسالك سؤال، لو الماتش ده ماتش الاهلي والزمالك، لو الاهلي اللي طلب، انا لو الزمالك كان كسب بيراميدز ووصل النهائي، طيب الحكام هيبقوا جاي. لو الاهلي اللي طلب، بص خرج الزمالك بره الموضوع، خلينا في الاهلي وبيراميدز. لو الاهلي اللي كان طلب حكام اجانب، كان يقدر اتحاد الكوره يقول له لا؟ يقدر يقول له لا؟ هو قدر على بيراميدز، لكن ما كانش يقدر على الاهلي. تمام. فكره كهرباء وعقوبه كهرباء، محدش يقدر يقول لا. اتحاد الكوره نفسه ما يقدرش يقول كهرباء ايه، ما يقدرش. كهرباء عنده عقوبه ثانيه. فين اتحاد الكوره من العقوبه اللي هي بتاعت لجنه الانضباط؟ فين هو؟ اتحاد الكوره فين؟ خلاص كده مفيش عقوبه، ما يقدرش. خلاص مفيش عقوبه كده، لو اتحاد الكوره ما يقدرش هيعلنها. خلاص طيب هيعلنها ازاي؟ هو لعيب بيشارك في كل المسابقات في كل المباريات. تمام. بغض النظر بقى ان هو بيقدم مستوى مع الاهلي، نتفق نختلف عليه كويس وحش، يعني بص انا بقى عشان الناس ما تقولكش انتوا جايين تتكلموا على كهرباء، عشان لا، بغض النظر عن مستواه مع الاهلي احنا ما يخصناش. هو لاعب هارب، بيتكلم على حقوقنا، هو لاعب زملكاويه في الفلوس، هو لاعب المفروض، هو لاعب هارب من نادي الزمالك بشهادة الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، لاعب هارب برعاية اتحاد الكرة المصري، بيشارك برعاية اتحاد الكرة المصري، بيشارك دون دفع حقوق عليه برعاية اتحاد الكرة المصري، اللي المفروض يطلع بردود قاطعة وواضحة. الستين يوم انتهوا يا انتهى خلاص. تمام. انتهى. لكن انت مع الاهلي الاتحاد الكرة صم بكم عمي، ما بيشوف. هو اللي الوحيد اللي بيقدر هو الاتحاد الدولي او المحكمة الرياضية، يعني هو اللي يقدر يتخذ هو قرار، هو اللي يقول واحد اثنين، ما حدش بيفتح بقه مع المحكمه الرياضيه. هو الاتحاد الدولي هو قدر وطبق وخد قراراته، وانت النهارده بتوصل بتقدم شكوى، نادي الزمالك قدم شكوى جديده للاتحاد الاتحاد الدولي، بس المفروض انت يبقى السند بتاعك في تطبيق اللوائح اللي موجود هو اتحاد الكوره. صح. اتحاد اتكلم امبارح على مباراه الكاس الاهلي وبيراميدز، اول حاجه في يعني حاجتين انا شفتهم امبارح بعد انتهاء المباراه. اول مشهد وانا كتبت عنه بوست بالمناسبه، مشهد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وهو على المنصه بيبوس او بيحضن او بيسلم على رمضان صبحي. الناس كلها طلعت، الجمهور الاهلي او الصحفيين المنتمين للنادي الاهلي خدوا الصور كتبوا عليها الاخلاق، شوفوا الاخلاق الكابتن الخطيب الاخلاق بيسلم على رمضان. طيب انتوا بقالكم سنه ثلاث سنين مبهدلين رمضان واهله وبيته وناسه بسبب ان هو انتقل من النادي الاهلي لنادي بيراميدز. طيب كانت فين الاخلاق دي؟ ما فيش طلع بيان ليه يا جماعه ما صحش، دي مش اخلاقنا، ما تشتموش لاعب مارس حقه، لاعب خد رمضان فات. طيب ما انا بقول لك اهو الماتش ده ايوه ما طلعش ليه بيان يقول لنا ادي عنوان الاخلاق اهي الرياضيه، ما تشتموش لاعب، ما تتنمروش على لاعب، اللاعب ده خدم النادي الاهلي فتره من الفترات وبيمارس حقه الطبيعي، عقده انتهى وكان جاي لنا اعاره
من النادي الانجليزي وعقده عقده انتهت وفضل ان هو شايف مستقبله في نادي ثاني. طب قال له 3 سنين بتتنمروا عليه، كانت فين الاخلاق دي؟ ادي نقطه. كان المهندس عبد القيعي في قناه النادي الاهلي امبارح طلع قال لك انا زعلان على رمضان صبحي. زعلان عليه ليه؟ رمضان صبحي قال هو انتحر يعني بجد يعني هم بيقول لك احنا زعلانين على رمضان صبحي. هل رمضان صبحي انتحر؟ طب انت زعلان على رمضان صبحي ومش زعلان من كهربا؟ طب ده رمضان صبحي عقده انتهى وكهربا هرب من نادي الزمالك راح النادي الاهلي، انت فرحان بكهربا وزعلان على رمضان صبحي؟ ايه الفكره اللي انتوا بتصدروها للناس ان اللي مش موجود عندك فهو عدو فهو شيطان؟ عبد الله السعيد يا راجل، عبد الله السعيد جاله صليب امبارح. ما طلعش ليه الاخلاق؟ ماشي، ما طلعتش ليه الاخلاق وبانت في مشهد عبد الله السعيد؟ وشفنا بيان من النادي الاهلي بيطلع يدعو لعبد الله السعيد بالشفاء، خصوصا ان هو كان احد المخلصين للنادي الاهلي قبل انتهاء عقده وبذل الغالي والنفيس والجهد والعرق وجاب عشان يحقق بطولات للنادي الاهلي ومنتخب مصر. ما شفناش الاخلاق الرياضيه طلعت وطلع النادي الاهلي او محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بيان يقول فيه نتمنى الشفاء العاجل. طيب هل لو النادي الاهلي كان خسر بطوله الكاس كان محمود الخطيب هيطلع على المنصه امبارح ويسلم، ولا كان العمري فاروق هو اللي هيبقى واقف جنب كبير الدين؟ دي اسئله جاوبوا عليها وانتوا تعرفوا الاخلاق الرياضيه فيها. ده الكلام اللي بيتقال لما تيجي تتكلم بالمنطق. انا بتكلم بمنطق ومشاهد كتير جدا، مسابقات كتير جدا، الاهلي كان بيخسر بطوله رئيس النادي الاهلي ما يبقاش موجود على المنصه وبيطلع مكانه النائب بتاعه. فده المنطق اللي احنا بنقوله. فكون ان هو موجود، هل لو النادي الاهلي كان خسر بطوله كاس مصر وكان العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي وقف على المنصه وطلع رمضان صبحي وسلم عليه العمري فاروق ومسك ايده بحراره كده، كانت الناس هتقول الاخلاق الرياضيه؟ ولا كانوا ساعتها هيلوموا على عمري فاروق تصرفه وان هو ازاي يسلم على رمضان صبحي الهارب المائط من وجهه نظره؟ ما هو الاستاذ عمري فاروق سلم على الاستاذ مرتضى منصور، عملوا ايه؟ هو نادي الزمالك ايه اللي حصل؟ قالوا ايه؟ قالوا تتنمروا عليه؟ طيب يبقى احنا هنا النهارده قدام معايير مغلوطه ومفاهيم مغلوطه لازم تتصحح، عشان احنا النهارده ما حدش يطلع يقول لنا ايه؟ ما تضحكوش علينا، ما تضحكش علينا، الاخلاق ما بتتجزاش، عندك اخلاق يبقى على الكل، عندك اخلاق الاخلاق بتطلع وانت كسبان. طيب في لعيب يعني نتمنى له يا رب الشفاء من احسن اللعيبه اللي انجبتهم الملاعب المصريه، تعرض للاذاء والعنف البدني امبارح ويمكن مستقبله في الملاعب يعني يكاد يكون على وضع عاطفي، بس الكره العاطفيه دي ما تحسبتش فاول حتى. طيب ما هو انت يعني حتى ما تحسبتش. طيب انا خلينا بره الملعب بقى، ما تحسبتش فاول، خلينا بره الملعب، مفيش حتى لعيب يعدي يروح يشوف رمضان يشوف عبد الله السعيد، فين الاخلاق الرياضيه هنا؟ فهنا انا قلت ايه؟ مفيش حاجه اسمها اخلاق ومش اخلاق، في حاجه اسمها مواقف كل واحد بيعبر عن اللي جواه في الموقف المعين. يعني النهارده انت فرحان فبتسلم على اي حد، انت زعلان ممكن تدي وشك لاي حد. لا هو دليل انت ما بتيجي تخسر بطوله لازم يكون في سبب لخساره البطوله. ايوه ما انا قلت الا فار الا حكام الا الدوله الا زملات الدوله الا خناقه الا ضرب الا ايقافات، ما حدش يعني مفيش مره ما حتى بطوله 99 طيب حصلت ايقافات بين عاشور واللعيبه غيروا اللائحه وما حدش هيضحك علينا. يعني ما حدش هيضحك علينا بمشهد، ما حدش هيصنع يعني توابيت كده ونشوف ونقول لا لا لا، في حاجات معينه واضحه للناس كلها. طيب ايه رايك في امبارح في المباراه يا استاذ مصطفى؟ يمكن ازاي ما عاقبوش في اي يعني تخيل انت واحد يشتم حكم بعد يومين يلعب في الدوري هو لسه شاتم حكم. بص يا كابتن، اول حاجه اتحاد الكوره يسال عن ما حدث للاعيبه بيراميدز بالامس وعدم توفير الحمايه الكامله ليهم بالامس. احنا شفنا محمد عبد المنعم لما بتضرب لاعب بدون بالبوكس، وده كانش يعني لما ضرب مهاجم بيراميدز وش من ورا الحكم ايه البوكس فداه، وبعدها او قبلها شوفوا كان تعامله مع رمضان الصبحي ازاي، وبعد المباراه تعامله مع رمضان صبحي بيغلط في رمضان صبحي وبيهين رمضان صبحي. لا لا في كذا لقطه كده اتفرج عليها. ماشي، فالنهارده لو في حكم اجنبي في الملعب ما كانش كانت الحمايه هتبقى متوفره، لان محمد عبد المنعم هيبقى عارف ان الحكم ده هياخد قرار ضده، لكن هو بيلعب وهو مطمن وعارف كويس. كميه التشويح يا ايهاب، وكميه التشويح مش طبيعيه. يعني عمر فاكر يا مصطفى طرد اشرف بن شرقي ده بينط في كوره كده، فاشرف بن شرقي حامل كده احمد دي وزار تاني في ساعتها، تعالى بقى احتفظ ما قدرش يتحمل اشرف بن شرقي يعمل معاه كده. تعالى بقى نتكلم في النقطه الاهم. نادي بيراميدز لما طلب حكام اجانب هو عنده ازمه مع النادي الاهلي. في معروفه. لا قبل المباراه بثلاث ساعات رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب حجز او صرف اموال عبد الله السعيد. الكلام ده ايوه ده محامي خالد. أيوة بس خالد فضل محامي او اخو محمد فضل طلع قال كده، يعني انا مش هلال بقول بس على فكره ده واخد قرار عشان طيب ما هو محامي اللي عبد الله يقول مش هو الضابط راح يبين. النهارده لما يجي لعيب زي مروان عطيه ماشي متحمس وعايز يوري الخطيب ان انت جيت تلعب دقه
على عبد الله سعيد تجيب اجل في الملعب. فالنهارده كانت اتحاد كوره لازم يبقى في حكم اجنبي عشان يحمي لاعب عبد الله سعيد. تم تدمير مستقبله النهارده. هو دخل ممكن عبد الله سعيد اصلا صغير. طيب ممكن يكون اصابه زي دي بتنهي مشواره الكوره. ما تقولش مروان عطيه داخل باصابه مش عاديه، اصابه رباط صليبي. ومع عبد الله سعيد بالتحديد اللي عنده خلاف مع رئيس النادي الاهلي، فكان يستوجب على اتحاد الكوره توفير الحمايه الكامله للاعبي بيراميدز في هذه المباراه، واستخدام واقل حاجه استخدام حكام اجانب على حساب بيراميدز. تمام. وعلى فكره يعني انا يمكن قابلت ناس في بدايه الموضوع اتكلم على الكهرباء والايقاف بتاع الكهرباء وازاي بيلعب والغرامه ما تسددتش، وهم كانوا عايزين الفلوس تدخل نادي الزمالك وتدخل خزينه مرتضى منصور، ويبتدوا بقى ايه يقسموا في الغنايم. ده هم اللي عايزينه من الغرامه بتاع الكهرباء، وكده كده هتدفع الغرامه، بس هتدفع برضو احنا عندنا محامي، المحامي عارف بيعمل ايه. فموضوع كهرباء والغرامه واللوكلوك فيه ده امر منتهي وخلاص. النادي الاهلي هيسدد الغرامه او اللاعب هيسدد الغرامه باذن الله في غضون ساعات، مش ايام ولا اسابيع ولا الكلام ده. اما الشق الثاني وهو اعتذار الكابتن خطيب لعبد الله السعيد. طيب هو عبد الله السعيد لما اصاب كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي بالرباط الصليبي طلع اعتذر هو ولا نادي؟ قول لنا كده التهاب فندي، هل حصل ونادي بيراميدز قدم اعتذار او رئيس بيراميدز قدم اعتذار للاعب النادي الاهلي كريم فؤاد بعد ما عبد الله السعيد تعمد اصابته بالرباط الصليبي؟ لكن اللاعب بتاعنا احنا ما تعمدش الاصابه، ده الراجل لعب على الكوره، يا دوبك حصل احتكاك بين فخذ اللاعب وفخذ اللاعب، حصل الجزع في الرباط الداخلي للركبه، مش رباط صليبي كمان، ده جزع في الرباط الداخلي للركبه للاعب. ما كانش فيه تعمد، ما كانش فيه ايذاء، ما كانش فيه لعب على جسم اللاعب، اللعب كان على الكوره، والدليل على كده ان ما كانش فيه فاول، ان اصلا ما اتحسبتش فاول. فالخطيب يعتذر لمين وليه؟ وعايز يقول ان الجماهير، يا جماهير النادي الاهلي انتوا عندكم ازدواج في الشخصيه، ان الكابتن خطيب سلم على رمضان صبحي. وهل الكابتن خطيب طلع قبل كده في منصات التتويج والنادي الاهلي مغلوب؟ اه يا فندم، في ماتش الوداد المغربي لما الوداد حصل على دوري ابطال افريقيا والنادي الاهلي اتغلب، كان الكابتن خطيب موجود على منصات التتويج وعاتب رئيس الاتحاد الافريقي وقال له اللي حصل ده جيم مش فير، والمفروض كان يبقى في ارض محايده، كان موجود في المنصه. يعني الموضوع ده والامر ده مش اول مره، قبل كده برضه في ماتش الترجي النادي الاهلي كان اتغلب من الترجي التونسي في الماتش الثاني بعد ما غلبناهم احنا هنا في الماتش الاولاني، والكابتن خطيب كان متواجد في المنصه لما اتغلبنا. فشيء طبيعي ان الواحد بيتواجد في منصه التتويج سواء فزت او خسرت، ده امر طبيعي وامر شرفي، ايه المشكله؟ لكن انتوا عايزين تعملوا يعني بتاخدوا الناس من مكان لمكان، يعني انتوا مش تبصوا على المصايب والكوارث اللي عندكم، لا تتكلموا عن النادي الاهلي وان رمضان صبحي بيتشتم من الجماهير. طب شيء طبيعي ان يتشتم من الجماهير، وتقول ان النادي الاهلي هو ادى للنادي الاهلي. على فكره رمضان صبحي والله العظيم لو كان استمر في النادي الاهلي لغايه دلوقتي كان زمانه اخذ اضعاف ما كان بياخده في بيراميدز. ليه بقى؟ او اللي خده في بيراميدز لان النادي الاهلي راح 3 مرات كاس عالم للانديه متتالية، رمضان صبحي ما كانش موجود. خد 2 سوبر افريقيا، رمضان صبحي ما كانش موجود. خد 2 دوري ابطال افريقيا، رمضان صبحي ما كانش موجود. وصل لنهاية افريقيا الموسم الماضي، رمضان ما كانش موجود. تخيل في تدرج المباريات والبطولات دي كم عدد المكافآت اللي كان هياخدها رمضان صبحي؟ طب كم اعلان كان ممكن يعمله رمضان صبحي؟ شفت خسائر قد ايه خسرها رمضان صبحي؟ رمضان في نادي بيراميدز ما بيكسبش حاجة، لا شعبية ولا فلوس ولا إنجازات ولا بطولات. فلما يقولك صعبان علي، آه صعبان علي، لأن لاعب كويس، لاعب حريف، لاعب عنده طاقة، لاعب 10 على 10، واللي ينكر ده يبقى ما بيفهمش كورة. رمضان صبحي لاعب مميز ولاعب محترم، آه أي نعم محمد هاني حطه في جيبه في الماتش الأخير، ولكن رمضان صبحي لاعب كويس ولاعب موهوب. لو كان جه لو كان استمر في النادي الاهلي كان له شأن اخر. ولكن يا خالد يا فرخه، عفوا خالد فرخه، لا خالد الفطور، يا التهاب يا فرخه، عايز اقول لك على حاجه. هو مرتضى منصور اعتذر لمين لما طارق حامد كان بيكسر لعيبه مصر كلها؟ قول لي كده.
وعايز كابتن خطيب تقول المبادئ ما بتتجزأش والادب ما بيتجزأش والاخلاق ما بتتجزأش. لا احنا اخلاقنا واحده، لا بنرد على قله ادب ولا بنرد على سفاهات ولا بنرد على تفاهات ولا بنرد على ناس مش تمام. وتقول ده هم طلبوا حكام اجانب، واحنا والله طلبنا حكام اجانب وحياه ربنا طلبنا حكام اجانب. بس انا عايز افكر الاستاذ ايهاب فرخه او التهاب فرخه، اخر مباراه جمعت ما بين النادي الاهلي ما بين بيراميدز اتغلب فيها بيراميدز 3-0 وكان تحت رعايه حكام اجانب. انا بس عايز اقول لك المعلومه دي، يا ريت بس ايه انتوا بتتوهوا مين يا اخوانا؟ ده جماهيركم انفضت من حولكم، احترموا نفسكم يا اخي، احترموا المتلقي بتاعكم يا اخي. هو الزملكاوي والله العظيم الزملكاوي، انا عايز اقول لكم على حاجه، قناه نادي الزمالك بقت مشهد يعني كده اهو للاهلاويه عشان يدخلوا يضحكوا على الكلام اللي بيتقال، هروب من الواقع. عارف يا فندم لما تبقى في كوكب تاني او في عالم اخر، بالظبط الناس دي في كوكب تاني وعالم اخر. على فكره انا فلتر لكم الفيديو ده، الحلقه بتاعت خالد الغندور والتهاب فرخه ومصطفى الجويل المطرود ده 47 دقيقه الحلقه ولا 48 دقيقه بيتكلموا على النادي الاهلي، النادي الاهلي كهربا الخطيب اتصاب مش عارف مين. ايه يا عم ما تتكلم كوره يا عم في النادي، اتكلم على المدرب بتاعك. يتكلموا على الزمالك دقيقتين، يمجدوا في مرتضى ربع ساعه، شتيمه في النص في اكتر من نص ساعه و45 دقيقه على النادي الاهلي. وهو ده بقى حال الاعلام الزملكاوي، ويقول لك احنا بنفهم في الرياضه واحنا بنفهم مش عارف ايه واحنا واحنا واحنا. انتهى الفيديو بتاعنا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وكل سنه والاخوه المسيحيين بالف خير واعياد سعيده يا رب وايام مفترجه على الجميع. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.